السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الصف الثاني الثانوي مع الدرس الأول من منهج التاريخ والحضارة الإسلامية للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني. عندنا درس النهاردة بعنوان مصر من الفتح الإسلامي حتى قيام الدول المستقلة. في البداية هنتكلم عن أحوال مصر قبل الفتح الإسلامي. مصر كانت محتلة من الرومان منذ بداية عام 30 قبل الميلاد، وكان بيحكمها حاكم روماني مسؤول عن كل الأمور الإدارية والمالية والقضائية في الدولة. كان هذا الحاكم الروماني بيسكن في مدينة الإسكندرية، وكان بيعتبر مصر بمثابة مخزنا للغلال الذي تحتاجها روما. وكان الشعب المصري يعاني من كثرة الضرائب ومن الويل من هؤلاء المستعمرين، وقد فقد المصريين حريتهم الدينية والعقائدية، وتعرضوا لكثير من الظلم والقهر وكثير من فرض الضرائب، حتى اضطر الكثير منهم للهروب والاختفاء في الصحراء مثل بنيامين. وبنيامين هو بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الذي ظل مختفيا في الصحراء ما يقرب من 13 عام، ولم يخرج من هذه الصحراء إلا بعد دخول المسلمين وبعد أن أمنوه على أنفسهم. بيعرفني أن مصر كانت بترسل كمية كبيرة جدا من القمح إلى روما ما يقرب إلى 135 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى أن مصر كانت هي المسؤولة عن إطعام الجيش الروماني المقيم في أرضها. دي نبذة بسيطة عن أحوال مصر قبل الفتح الإسلامي: احتلال روماني، واضطهاد، سوء أحوال اقتصادية، فرض ضرائب بالإضافة لاضطهاد ديني ومذهبي. وزي ما احنا وضحنا ان رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في مصر كان الأنبا بنيامين ظل مختفيا في الصحراء ما يقرب من 13 سنة خوفا من بطش الرومان، ولم يستطيع العودة إلى مصر من جديد إلا بعد دخول المسلمين مصر وقاموا بتأمينه على نفسه، فعاد سالما وتولى منصبه كبطريرك للكنيسة الأرثوذكسية. هناك عدة أسباب للفتح الإسلامي لمصر، وإحنا كنا وضحنا في الدروس السابقة إن الفتح الإسلامي هو بلاد كانت على دين غير الدين الإسلامي وقعت تحت الاحتلال والظلم، ففتحها المسلمون أي فتحوها من الظلمات إلى النور. في عدة أسباب وعدة عوامل لفتح المسلمين لمصر. في البداية العامل الأهم والأول هو العامل الديني. العامل الديني كان هو السبب الرئيسي لفتح المسلمين مصر، تنفيذا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم ونشرا للدين الإسلامي داخل الدولة المصرية. سيدنا عمرو بن العاص قام بزيارة مصر، وزار بالتحديد مدينة الإسكندرية في فترة الجاهلية قبل الإسلام، وكان يعرف جيدا الطرق المؤدية إلى مصر، كان يتاجر في مصر يبتاع الجلود والعطور. ده كان سبب من الأسباب الرئيسية اللي حببت سيدنا عمرو بن العاص على فتح مصر. يبقى العامل الأول هو عامل ديني تنفيذا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم ونشرا للإسلام في مصر. أما العامل الثاني لفتح المسلمين لمصر فهو كان عامل حربي. عندما قام المسلمين بفتح بلاد الشام وفلسطين كان هناك خطر على المسلمين في فلسطين والشام من الرومان المتمركزين في مصر، فكان لابد من فتح مصر تأمينا لحدود الدولة الإسلامية في الشام وفي فلسطين. العنصر ده العنصر الأول. العنصر الثاني والعامل الحربي إن في بعض القوات الرومانية كانت تهدد المدينة المنورة. عايزين نعرف إيه العلاقة بين القوات الرومانية اللي في مصر وتهديد المدينة المنورة. إحنا عارفين جغرافيا إن البحر الأحمر هو اللي بيفصل بين مصر وبين شبه الجزيرة العربية. كانوا يطلقوا قديما على البحر الأحمر باسم بحر القلزم، وكان الرومان يهددوا بعبور هذا البحر والوصول إلى المدينة النبوية ومكة وتهديد المسلمين، فكان لابد من التخلص من الرومان الموجودين في مصر وفتح مصر. ده عامل حربي. أما العامل التاريخي فكان مصر ليها صلات كبيرة جدا بينها وبين العرب عن طريق شبه جزيرة سيناء وعن طريق البحر الأحمر، وهذه الصلة ظلت قبل الإسلام وبعد الإسلام حتى قرر الخليفة عمر بن الخطاب فتح مصر في نهاية هذه المرحلة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لفتح مصر من ضمن العوامل الرئيسية والأسباب الدينية التي تم تحديدها أو تم اتخاذها هدفا من أجل فتح المسلمين مصر. عندما أتم المسلمين فتح بيت المقدس
فلسطين، اجتمع القادة العسكريين للجيش الإسلامي بقيادة أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عقدوا مؤتمر في مدينة الجابية ببلاد الشام، وهو مؤتمر عسكري سنة 17 هجرية، وتم تقرير في هذا المؤتمر بضرورة فتح مصر. في البداية عرض الفكرة سيدنا عمرو بن العاص، وقدم معلومات بتفيد بأهمية موقع مصر وما تشكله من ثقل استراتيجي، وقائلا في هذا المؤتمر: إنك إن فتحتها كانت قوة للمسلمين وعونا لهم، وهي أكثر الأراضي أموالا وأعجزها عن القتال والحرب. ولازم نقف هنا نقطة في تفسير هذه الجملة من سيدنا عمرو بن العاص، بيقول لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إنك إن فتحتها كانت قوة للمسلمين وعونا لهم. يتكلم عن مصر طبعا، يعني بلد قوية لو تم فتحها تكون قوة للمسلمين وعونا لهم. وبيسرد وبيقول له: وهي أكثر الأراضي أموالا، دليل على الخير الذي كانت تتمتع به مصر في ذلك الوقت، وأعجزها عن القتال والحرب، وهي أضعف بلد ممكن تقدر تحارب دلوقتي. طيب ليه بيوصف الحال المصريين بيقول له أعجزها عن القتال والحرب؟ لأن احنا قلنا في المقدمة إن كان مصر وقعت تحت احتلال الرومان، والرومان كانوا مضطهدين المصريين، فالمصريين مش هيفكروا كتير إن هم يتخلوا عن الرومان في المعارك ضد المسلمين. ده بالعكس، ده الشعب المصري الأكبار قاموا بتقديم المساعدات لسيدنا عمرو بن العاص أثناء فتحه لمصر ضد الاحتلال الروماني. انطلقت الجيوش الإسلامية بقيادة عمرو بن العاص ومعه 4000 مقاتل من جند المسلمين. في البداية صار عمرو بن العاص بقوات المسلمين ودخل مدينة العريش بدون قتال، ثم انطلق إلى مدينة الفرمة. والفرمة هو مكان يطلق عليه الآن مدينة بورسعيد، يعني قديما كان يطلق على بورسعيد مدينة الفرمة. يبقى بعد ما وصل سيدنا عمرو بن العاص العريش انطلق إلى الفرمة، وهي كانت أول المواضع التي اشتبك فيها عمرو بن العاص مع الرومان، ودارت معركة عند الفرمة استولى فيها المسلمين على غنائم من جيوش الروم وسيطروا على مدينة الفرمة. ثم بعد ذلك اتجه عمرو بن العاص إلى مدينة بلبيس في محافظة الشرقية. وهنا بيبين نقطة من ذكاء القيادة الإسلامية في المرحلة دي: الطريق المعروف ما بين الفرمة وبلبيس ده طريق زراعي ممهد. عندما خرج عمرو بن العاص من الفرمة لم يتجه إلى الطريق المعروف، ولكن اتجه إلى طريق الصحراء، يعني ما خدش الطريق الرسمي، مشي في طريق الصحراء. طيب إيه الدافع اللي جعل عمرو بن العاص يعمل كده؟ أولا لتحقيق عنصر المفاجأة، هو عايز يفاجئ الروم مش عايز يمشي في الطريق الرسمي. ثانيا لأن العرب خبرتهم كبيرة جدا في حرب الصحراء، العرب طبيعتهم صحراوية فهم عندهم خبرة في حرب الصحراء، بينما الروم جايين من القارة الأوروبية خبرتهم في حرب الصحراء ضعيفة شوية. بعد الاستيلاء على مدينة بلبيس في الشرقية اتجه عمرو بن العاص إلى مدينة أم دينين، ووصل حتى استولى على شواطئ النيل في قرية أم دينين. وقرية أم دينين كانت قريبة من حصن بابليون بالقرب من مصر القديمة حاليا، حتى وصل سيدنا عمرو بن العاص إلى حصن بابليون. حصن بابليون هو حصن قديم موقعه القاهرة القديمة، فعندما وصل المسلمين إلى حصن بابليون تحصن الروم بالحصن، ولم يستطيع المسلمين دخول الحصن، فطلب عمرو بن العاص بالمدد، فأرسل إليه الخليفة عمر بن الخطاب ب4000 مقاتل، وقال له: أمددتك ب4000 رجل، على كل 1000 رجل منهم رجل بمقام 1000. أرسلت إليك 4000 رجل مقاتل، على كل 1000 منهم رجل ب1000. وكان الأربعة المقصودين بهذه الجملة أو العبارة هم سيدنا الزبير بن العوام، والمقداد بن عمرو، وعبادة بن الصامت، ومسلمة بن مخلد. استمر حصار المسلمين لحصن بابليون ما يقرب من 7 شهور، حتى اضطر المقوقس ملك مصر إلى الدخول في مفاوضات مع القائد عمرو بن العاص، فبعت إليه بمجموعة من الرسل. كان هدف هؤلاء الرسل هو التجسس على جيش المسلمين ومعرفة عدد الجيوش المسلمين وعدد الأسلحة والقتال والأساليب الحربية. فأرسل سيدنا عمرو بن العاص وفد إلى المقوقس برئاسة عبادة بن الصمت، وأمر المسلمين أن يكون عبادة بن الصمت هو المتحدث،
فعندما دخل رسل المسلمين إلى معسكر الروم هاب المقوقس عباده بن الصامت لسواده وفرط طوله وأراد أن يتكلم مع غيره، فرد المسلمين قائلين إن هذا الأسود هو أفضلنا رأيا وعلما، وهو سيدنا وهو خيرنا وهو المقدم علينا، وإننا نرجع جميعا إلى قوله ورأيه وهو أميرنا. في جملة قالها المسلمين عندما أراد المقوقس ملك مصر أن يتفاوض مع شخص غير عبادة ابن الصامت. سيدنا عبادة بن الصامت الصحابي الجليل كان يتميز بفرط الطول طويل وشدة السمار، فالمقوقس أراد أن يتحدث وقال يعني أنا عايز أتكلم مع حد يكون مش عبد أسود، عايز حد من العرب الأشراف. فهنا بيبين لي نقطة إن الإسلام بيساوي بين الجميع، مفيش فرق بين أي أجناس. فالمسلمين ردوا على المقوقس رد قاطع، قالوا له إن هذا الأسود هو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا وهو أفضلنا رأيا وعلما. فاضطر المقوقس في النهاية إلى الاتفاق مع عبادة ابن الصامت. تم توقيع الصلح بين المسلمين وبين المقوقس ملك مصر، ولكن هذا الصلح لم يتم تنفيذه بسبب إن هرقل ملك الروم رفض هذا الصلح. رفض الصلح طبعا، رجع التاني المفاوضات لنقطة الصفر، واستمر المسلمين في حصار حصن بابليون حتى صعد سيدنا الزبير بن العوام إلى أعلى الحصن وكبر، وظن الروم أن العرب اقتحموا الحصن فولوا هاربين، ودخل الزبير وأصحابه إلى الحصن وفتحوا الأبواب أمام المسلمين. وبكده يبقى المسلمين تمكنوا من فتح حصن بابليون، أي تمكنوا من دخول القاهرة القديمة الآن. ثم استمر زحف المسلمين إلى عاصمة الروم في مصر وهي مدينة الأسكندرية بعد معارك طويلة، واستمر حصار المسلمين للأسكندرية ما يقرب من 14 شهرا. تحصن فيهم الروم بالأسكندرية ودفعوا عنها بقوة، ولكن أصر المسلمين على فتح الأسكندرية واستمروا في الحصار حتى استسلمت الأسكندرية أمام جيوش المسلمين. وعقد سيدنا عمرو بن العاص صلحا مع أهالي الأسكندرية في عام 21 هجري. هذا الصلح بيقول ان تعقد هذه الهدنة مدتها ما يقرب من 11 شهرا، لا يقوم احد الطرفين خلالها باي عمل حربي ضد الاخر. يتم ترحيل الروم في البحر ويحمل الجنود معهم متاعهم واموالهم وهم امنون على ذلك. اما الجنود الذين يرحلون برا فعليهم دفع الجزية لمدة شهر الا يعود الروم مرة ثانية او يحاولوا استردادها، ألا يتعرض المسلمين للكنائس بسوء، وأن يبقى اليهود بالأسكندرية. وفي النهاية كان في شرط أن يبقى في أيدي المسلمين 150 جندا من جنود الروم و50 مدنيا ضمانا لتنفيذ هذه المعاهدة. تم تنفيذ المعاهدة بعد 11 شهر، وخرج آخر جندي من جنود الروم من مصر، وأصدر سيدنا عمرو بن العاص بيانا لأقباط مصر أمنهم على أموالهم وعقائدهم وأعراضهم وأولادهم، وألغى كل الضرائب الذي فرضها الرومان على المصريين كما تعهد إلى البطريرك بنيامين وجميع الأقباط بالحماية والأمن، وعاد بنيامين رئيسا لكنيسة الأسكندرية من جديد. يبقى لما دخل سيدنا عمرو بن العاص الأسكندرية أعطى عهد أمان إلى الأقباط المصريين. هذا العهد مدون ومسجل حتى الآن، بيعطيهم الأمان على أموالهم وعلى أنفسهم وعلى عقائدهم وأولادهم، وألا يمس أحد كنائسهم بسوء، وألا يكبر أحد فيهم في الدخول في الإسلام، وعفى عنهم وقام بإلغاء كل الضرائب الذي فرضها عليهم الرومان، وتعهد للبطريرك بنيامين وجميع الأقباط بالحماية والأمن، ثم عاد بنيامين رئيسا للكنيسة الأرثوذكسية في الأسكندرية من جديد. وده بيدل على سماحة الإسلام وحسن تعامله مع أهل الذمة. سيدنا عمرو بن العاص هو أول الولاة المسلمين لمصر، أتم الفتح وأصبح هو أول والي إسلامي على مصر. كان عدد الولاة المسلمين المسؤولين عن حكم مصر في العصر الخلفاء الراشدين، وكان أولهم هو سيدنا عمرو بن العاص. سيدنا عمرو بن العاص اهتم بأمور المصريين. أول عمل قام به قام ببناء مدينة الفسطاط، ونقل العاصمة من الأسكندرية إلى الفسطاط. وكلمة فسطاط يعني خيمة، هذه المدينة التي كانت مزدهرة وكانت مركز حضارة طول عصر الولاة.
ثم قام ببناء مسجد عمرو بن العاص، مسجد الفسطاط، وهو أول المساجد في قارة أفريقيا، واشتهر بجامع عمرو بن العاص أو تاج الجوامع، وهو وسط مدينة الفسطاط. ثم بعد ذلك قام عمرو بن العاص بحفر خليج أمير المؤمنين، خليج يربط بين نهر النيل وبين البحر الأحمر، كان يسمى قديما بخليج تراجان. أعاد المسلمين حفره وأطلقوا عليه اسم خليج أمير المؤمنين، وهذا الخليج ساعد على نقل السفن والبضائع من شبه الجزيرة العربية إلى الفسطاط، فزادت حركة التجارة والسفن بين الحجاز وبين الفسطاط. تولى حكم مصر العديد من الولاة، وكانوا مقسمين مصر إداريا إلى مصر العليا ومصر السفلى، وكل قسم مكون من 80 قور أو أي 80 إقليم، كل إقليم إلى عدد من القرى. تولى حكم مصر في عهد الدولة الأموية هو الوالي عبد العزيز ابن مروان، كان من أحسن الولاة وأعدلهم، كان يتميز بعلم الفقه والشريعة، كان يتميز بالشعبية العريضة في مصر، فقام بإنشاء قنطرة على خليج أمير المؤمنين، وقام بإنشاء مقياسا للنيل، وقام بتوسيع وإعادة إعمار مسجد عمرو بن العاص. عندما أصيب عبد العزيز ابن مروان بمرض الجزام بنى مدينة جديدة تسمى مدينة حلوان ونقلها عاصمة، وزودها بالمساجد والبساتين والمباني واهتم بالزراعة. في بداية العصر العباسي الثاني كان الولاة من المصريين بيتم تعيينهم من الفرس. منذ بداية عصر المستعصم بالله أصبح الأتراك هم الذين يتولون الحكم في مصر، وهذا لضعف الخلافة العباسية وعدم قدرتها على السيطرة على جميع أجزاء البلاد. ده كان درس بسيط عن عوامل فتح المسلمين لمصر، وبداية من بداية الفتح الإسلامي حتى إتمام الفتح وصلح الإسكندرية ومصر في عهد الروم. على أن نلتقي في محاضرة جديدة، شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.